مش لإصابة الركبة، بدنا يعني إصلاح الركبة. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ أنا منيح، أنتو كيف؟ أنت ناوي تضربنا بالعصا زي حشاك؟ أكيد لا، بس هي العصا هي مانا عصا دايما. الله يستر، أتمنى أن لا حدا يعصي. بيه يوسف، خلينا نشوفوا تمارين اليوم وأحكينا عليها أكثر. أوكي، هلأ تمارين الركبة هي إجمالا، نحن ركبتنا لازم تكون من الرصاص فعليا، لأنه الركبة هي أساس الجسم، تقلنا كله من فوق عم بيكون على الركبة. وكثير الأشخاص اللي بيعانوا من وجع بالركبة في إلها كذا أسباب، السبب الرئيسي هو الوزن الزائد، بيكون على ركبة ما بتكون تتحمل هذا الوزن الزايد، فبيصير فيها معنا مشاكل. نعم. مثلا كثرة القعود، اوكي، القعدة لما أكون أنا قاعد ركبتي عالية بتكون فيها هيدي كمان بتعمل لي مشاكل بركبتي. قلة الرياضة أكيد، هلا بعيد عنك أمين أنت، ما خسر الحمد لله، الرياضة الحمد لله ماشي حتى كمان هبة وحتى كمان منيحة قصتك عشان واحد يزعل مني. فإجمالا تمارين الركبة هي التمارين الأساسية، خصوصي إذا شخص عنده وجع أو ضعف بالعضلة ما لازم يحمل فيها وزن. نعم. إنما لازم يمشي وراء إرشادات معينة من التمارين الرياضية المهمة، قلبنا على اللغة العربية. نعم. إلى حد لنوصل لمطرح أنه نحن صرنا تقريبا متأكدين أنه الركبة صارت قوية، العضلات اللي بتكمش الركبة أو ما يعرف بالباتيلا باللغة الإنجليزية. نعم. صارت العضلات كامشة فيها، أنا هون بصير فيني زيد فيها وزن وفيني حط عليها ضغط زيادة. طبعا أكثر مين بيشكي من مشاكل الركبة هم السيدات، هن السيدات، يمكن نتيجة أنه لبسهم أيضا للكعب العالي. بعتقد أنه أنت ما حكيت عن هذا الموضوع. أنا ما كنت بدي أحكي. صحيح. وأيضا يعني بنلاقي أيضا كبار السن هناك خشونة بالركبة، ما بعرف إذا التمارين اللي رح تعطينا إياها لها علاقة بهذا الموضوع، خشونة الركبة أو الأوجاع فيها. إجمالا التمارين اللي حأعطيها أنا هي حتكون للكل. أوكي. الكعب اكيد بيلعب دور كثير كبير، لانه بيصير في ضغط على الركبه وهذا الشيء فعليا وقتنا قصير جدا اليوم. 100% معنا 5 دقائق تقريبا. طيب لازم توصل تعمل لنا 3 تمارين. حبلش انا بهذا الشكل، بدي اقطع ركبتي شوي. اوكي، هلا برجع افرجيكم الميل الثاني كيف بدها تكون. بدي اقطع اوقف عليها بهذا الشكل، يعني عروس اصابع. اوكي، بصير بدي اطلع فيها بهذا الشكل وبدي انزل اوكي بالاجر الثاني. هي فعليا هيدي بضلوا كعب اجري فعليا عالي 100. هلا رح افرجيكم رايه من الجانب كيف بدها تكون. فبهذا الشكل هي مطعوجه، بس بدي اطلع بالاجر اوكي وبدي ارجع انزل فيها، بدي اعملها كذا مره بهذا الشكل. هون انا صرت عم حط ضغط كثير خفيف على الركبه. هون هي الفكره، ما فيني احط وزن عليها عالي، بس انا مجرد بس صرت عم بطلع بركبه وحده وعم برجع بنزل فيها، بطلع بهذا الشكل وعم بنزل، انا عم حس انه ركبتي عم تشتغل لانه وزني عليها، بس منه وزن زياده عليها عم بيكون. فبهذا الشكل انا عم بطلع وبنزل فيها اوكي، كثير هي بسيطه. هلا في اشخاص فين يعملوها هن واقفين، بس مجرد ما عمل هيك اوكي بصير يطلع وينزل باجره بس بهذا الشكل، صار في عليها ضغط خفيف بيكون عليها. هلا حنقول على الحركه الثانيه اللي هي معروفه باللاج اكستنشن اجمالا بالجيمات للاشخاص اللي بيمارسوا رياضه، بتعرف امين. بدي اقول على الحركه الثانيه، بدي احط وزن بده يكون كثير خفيف بين اجري او حسب انا قديش قادر احمل هذا الوزن اوكي. نعم. وبدي اكون قاعد بهذا الشكل، اكيد بيكون اجري شوي عاليين على الارض. هلا بما انه الكرسي منا كثير ثابته اوكي، رح اعمله انا حاتهدى بالكرسي من الجناب وبدي اطلع فيها بهذا الشكل اوكي. نعم. بدي اطلع فيها 1 2. هلا مثل ما شايفين الوزن اللي انا حاطه هو خفيف، يعني هو كيلو اوكي، بس هو فعليا لما انا عم بطلع بوقف فيها فوق بضلني ثانيتين ما عم شد اجري كثير لفوق، بس عم بضغط فيها هاي الضغطه الطبيعيه، عم بحس بالركب اوكي. فعليا بهيدي الحاله انا عم بشتغل على عضله الكوادريسبس اللي هن عضلتين الاساسيات، عضله الكوادز والمدياليس اللي هن من جوا. مجرد ما انا عملت هذا الوزن الخفيف مع الريبس العالي ريبيتيشن او تعداد العالي 20 30 قد ما كانوا، بلش حس انه في حريق عم بيصير. فعليا انا بصير عم اطور البطاطا اللي من فوق اللي هيك بالركبه، هيك ساعتها انا بطل عاني من مشاكل فيها. فيني اعملها اجر اجر اذا بدي بهذا الشكل، بدي اطلع فيها وانزل بهذا الشكل، بطلع بوقف ثانيتين بحس انه عضلتي شدت وبنزل. هاي الاشخاص اللي بيكونوا طالعين من بعد العمليه فعليا عندهم ما يسمى البوست ريهاب، هو اعاده تهيئه للعضلات، بيطلعوا بهذا الشكل وبينزلوا. هالقد هي سهل الخبرين. نعم. بننقل على اخر حركه لانه في عندنا زعتر ناطرنا اليوم. زعتر ايه زعتر. اوكي، اخر حركه واللي هي تعرفوا عليهم بعض زعتر ضروري تعرفت عليه برا، انا بس هلا اكيد متشرف بمعرفته مره ثانيه. بنقول اخر حركه هبه وامين يلي هي كلنا بنعرفها، البلانك هي للمعده فعليا، بس نحن هلا اليوم حنعملها مشان الركبه. شو حنعمل؟ بدي اوقف او مد جسمي بالوقفه الطبيعيه يلي هي هيك بهذا الشكل، بطلع باجري اوكي وبصير انزل واطلع بهذا الشكل. كمان هون صار الضغط على الركبه بشكل كثير خفيف بدون ما انا اكون عم باذي حالي. نعم. صار الضغط كله، حتى اذا بحال انا وقفت بهذا الشكل
اوكي الضغط صار على الركبه وما في اي مشكله بيكون فيها، فمجرد ما انا عملت بهذا الشكل هيك انا صرت عم بحس بركبتي انه عم تشتغل. اوكي هيك انا بكون يا امين اشتغلت بكل العضلات فعليا اللي بدي اياها وبشكل كثير سريع. هلا اكيد انا رديء الوقت عملتهم بهذا الشكل السريع، بس فعليا هو هن الحركات اللي احنا لازم نعملهم بس لنقوي الركبه، واكيد بعد في كثير قصص فينا نعملها. نعم. واهم شغله فينا نعملها اول شيء واخر شيء واللي هي دائما انا فعليا الحركه اللي بدل عليها وبعلم عليها العالم، يعني انا واقف بهذا الشكل الفي بدي يكون اوكي، وبدي انزل اقعد فيها بهذا الشكل لتحت هون. نعم. انا بكون عم حمي عضلاتي كلهم واهم الركبه، كل ما مغطى انا بكون عم برتاح فيها. على الرغم من انه ما لازم يكون في دائما ثقل على الركبه، يعني انا بعرف من كثير ربما من كبار السن اللي. نعم. بيكون عندهم اوجاع بالركبه انه حتى ما بيقدروا يصلوا، يعني بنصحهم دائما الطبيب انه يصلوا وهم قاعدين. اوكي هلا الطبيب اللي بينصح الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالركبه انه يصلوا هن وقاعدين، مع احترامي لبعض الدكاتره اكيد لانه مش كلهم بيقولوا هيك، نحن فينا بالرياضه نمنع هذا الموضوع. صحيح. قله الحركه للرياضه انه انا اعمل ركبتي هيك هيدا بده يعمل لي تكلص بالعظم. أه. فهذا شيء منه شيء جيد جدا. نعم. بالعكس انا بفضل يشوفوا اخصائي يخصوا بالعظم بعدين يرجع يشوفوا الرياضه، انه الرياضه. نعم. دائما بتكون حل هذا الموضوع. شكرا جزيل الشكر. شكرا لك.